نعم تفضلي 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 أمل. لا 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 أنا نسمعك. طيب ربما هل فيه نية في إنتاج بعض الكليبات مستقبلا سيدة أمل؟ طبعا أنا لما أعلنت الرجوع أنا أعلنت الرجوع على إني عندي ألبوم فيه أغاني جزائرية من نوع عصري جديد، في أغاني مصرية وحتى أغاني باللغة الفرنسية، وعلى أنه ينزل في الصيف إن شاء الله. قلت بعد العيد يعني نخرج الألبوم هذا في المدة اللي نشوفها مناسبة، لكن كل شيء جاهز ويكون فيه دي كليب. هذا من الطبيعي يعني نكون فيه يعني فيديو كليب واحدة واثنين وثلاثة حسب يعني. طيب.